اللي طبعا الكره المصريه عامه تفتقد لاعب زي لاعب كبير زي كابتن حسام غالي. كنا نتمنى ان هو يكمل معانا طبعا، بس هو طبعا يعني اخد القرار. يعني انا بقول له تعلمت منك حاجات كتيره، وبتمنى له كل التوفيق في المرحله اللي جايه سواء كاداري او في مجال التدريب. بتمنى له كل التوفيق، وبقول له يعني هي دي الكوره، ولازم كان هيجي له الوقت ان هو اللي هياخد فيه القرار ده. وانا شايف ان هو اخد كمان القرار في وقت هو واقف على حيله، وقعدت احنا كنا اللعيبه كلها بصراحه اتكلمت معاه ان هو يكمل كمان سنه، بس هو يمكن اخد القرار. فبتمنى له كل التوفيق في الفتره اللي جايه يعني ان شاء الله.